ايه هي عقوبة من سلم اليه طفل واهمل في اداء واجباته؟ شوف عندنا القانون قال عملهم درجتين، يعني من سلم اليه طفل غرامة، تمام، الغرامة دي من 200 جنيه ل 1000. تمام. طيب لو ترتب على ده كان الاهمال جسيم من قبل من سلم اليه الطفل، يعني مثلا مع احترامي مش عايز برضه اقول، الام شايفه ابنها واقف على الشباك وهيقع وقاعده ما بتعملش حاجه، مش ده اهمال جسيم؟ تصل بقى هنا للحبس. لا، وكان في برضه قضيه من فتره بتاعت الجده اللي عذبت حفيدتها، دي عذبتها لحد ما الطفله توفت. لا ده كارثه. كان اسمها زينه متهيألي. دي كارثه. دي برضه قانون الطفل نفسه كمان بيقول ايه في الحاجه دي؟ ده بي 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 بيشدد العقوبه، بيخليها الحد الادنى، يعني لكل جريمه عندنا في القانون عقوبه حد ادنى وحد اقصى. او في بعض الجرائم يقول لك حدها الادنى ما يقلش عن كذا، ومش في كله. هي الجد يعني خدت حد الادنى متهيألي في القضيه. لا، في قانون الطفل اخذت حد، انا مش فاهم يعني، ما اعرفهاش الصراحه، يعني مش متابعها. في قانون الطفل بقى ايه اللي اللي اللي, اللي يقع عليه مشكله على طفل بنفس القصه او يعذب طفل او او او، القانون قال ايه؟ لما تيجي تديله الحد الادنى تديله على الاقل الحد الادنى العقوبه مثل العقوبه. يعني مثلا لو الحد الادنى بيقول سنه، ما في نص الماده اللي اتعمل فيها دي، يبقى تديله سنتين. لو انت لو القاضي هينزل بالحد الادنى العقوبه، لان من حق القاضي ينزل بالحد الادنى، هو حر حسب ما يشوف القضيه قدامه. في اللحظه دي ما يقدرش ينزل بالحد الادنى اللي قال عليه العقوبه اللي منصوص عليها في قانون العقوبات، ينزل بيها ويزودها المثل. يعني لو عقوبه في قانون العقوبات قالت سنه، هنا يخليها سنتين. لان طبعا زي ما احنا متفقين ان الطفل الدوله بتولي اهتمام شديد بيه، لان هو ده الناشئ يعني. بالظبط.